avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc. الله يا بابا والجلالي بوعلان الله يا بابا والجلالي بوعلان رايك سيدي جلل ودخير والعر عليت ومغر الله الله يا بابا والجلالي بوعلان وسباني والدري عقلي والجلالي بوعلان الله الله يا بابا والجلالي بوعلان الجلالي بوعلان سيدي جلل ودخير الجلالي بوعلان والدري ميمت دخير الجلالي بوعلان الله الله يا الولي الجلالي والله الله يا بابا الجلالي بوعلان يا بابا هيا الجلالي دو عياني العائلة ولاد رسول الله ولا تقولوش أنا براني تبراني تحرى زغبية ويا الجلالي دوي حالي العائلة ولاد رسول الله هيا الشرفة انتما سادتي الزحملي ولا تغروا بيا هيا الشرفة انتما عواني الجلالي ويا سيدي جلال الجلالي دوي حالي الله الله ويا بابا جلال يا الجلالي دوي حالي على الرسول الله بابا والعار الى ولاد الرسول الله بابا والعار الى ولاد الرسول الله سيدي والعار الى ولاد الرسول الله بابا والعار الى ولاد الرسول الله C'était le morceau idéal pour démarrer ce podcast consacré à une figure dont on entend parler tout le temps. Ma grand-mère. جروب على قدو سماو راسهم جيل جلالة جيل جلالة شكون مازال الراي كلشي كلشي باساج اوبليغاتوار كاع الناس اللي حاصلين في الفرنك كيجبدوا عبد القادر الجلالي سي عبد القادر الجلالي بوعلام سي سي تخوا فوا سي لو ميم بيرسوناج بعض المرات كيتسمى بوعلام الجلالي بوعلام الجلالي في الغيوان عبد القادر الجلالي ولد ام الخير اكزاكتومون ولي بغداد مولا بغداد مولا بغداد مولا بغداد ولكن المشكل اخويا رضا راه ماشي الا سمعتي هاد المرصوات بزاف سي جوست باسكو تيتي بيرسي في لا كولتور ماروكاني الجيريان مي ارت بدا من تونس تتقادا الوغ كو هاد الجوج دولات هما فاش ما عمرهم جا لا كاين لا تراس ديالو في تونس على حقاش دابا عندنا لي زاوية دون مانيغ اوريزونتال كيمشيو حتى ليبيا حتى لمصر كاع براتيكمون علاش؟ لان مولاي عبد القادر شفتو الجيلاني ولا الكيلاني كيلا المنطقة في الغرب ديال ايران الجيلاني اي دوفوني جيلالي الجيلالي بحال جلول جلول جلون بيلانتي بينالتي بينالتي لا ميم شوز بيلانتي بينالتي لا ميم شوز هو عاش في ديبي ديال 11 سيكل دونك حنا في لا بيريود ديال العباسيين ميستيك الحمد لله اكزيست كو ايل اكزيست مي بيرسوناج اكسترا بغداد فريمون بغداد وي مولا بغداد لانه مدفون فيها تما كاين القبر ديالو ما عمروش المغرب لا ما عمروش وين اصله ماشي بغداد لا كيلان كيلان في الغرب ديال ايران ولكن ديك الساعه هما الفرس كانوا هما اللي العماد ديال الدوله العباسيه ملي كنسمعوا دابا الدوله العباسيه عندنا عليها اون ايماج ما هي بحال قلنا دوله ديال الفرس ديال الايرانيين اللي كانوا واقفين عليها وهو بدا في الميستيسيزم ديالو بدا كيدير بحال شي حاجه اللي كنسميوها حنايا دابا الويرد كيفاش وصلنا لانه غتلقاه مثلا لا تراس ديالو في المغرب مي تلقاه في طاجيكستان ولا في اندونيسيا وكذا الحج هو الموسم السنوي ديال البغاساج جوستومون فين الناس كيتبادلوا الاخبار والافكار
لانه الناس اللي كانوا كيمشيو بزاف بكري هما الناس اللي قاريين شي شويه العلماء ولا التجار لي مويان سورتو وبيان سور وكان فيه حتى الكوميرس ديال لي مانوسكري ديال لي تيكست واحد كيدي معاه من هنايا وكاينين دوك لي كوبيست الحرفه ديالو لي كوبيست كينسخ النسخ كاينين بزاف في مصر في الحج في مكه وفي المدينه وبالتالي الناس اللي كيجيو من اندونيسيا ولا من طاجيكستان ولا من المغرب ولا من نيجيريا ولا من الصومال ولا من اثيوبيا ولا من كينيا المهم كل شيء هاد الناس كيتلقاو اللي عنده شي حاجه كيجيبها ومن تما كينتقلوا دوك الافكار ديالك عبد القادر الى يكري دي تيكست واللي الاصل في اللي غادي يبدا هاد لا نوسيون ديال الورد شنو الورد كيما تبغي بحال دلائل الخيرات ديال الجزولي سي تان ورد ورد هما هاد الاذكار والامداح اللي كينطق واحد الانسان اللي ما كيكون جالس بوحدو ولا مع الطائفه ديالو ولا من المجموعه ديالو هما دوك الاذكار الدينيه اللي كيقولوا الناس اما تقولوا بوحدك بينك وبين خاطرك ومعه التسبيح علاش التسبيح التسبيح هو قلت لك الحساب التسبيح فيه واحد العدد مضبوط ديال دوك الحبات وفيه شي حبات خارجين هذوك هما لي روبير دونك انت ما يمكن لكش مثلا تيقول لك غادي تنطق قدا وقدا الكلمات لا اله الا الله 90 مره ولا 99 مره الى اخره انت ما يمكن لكش تبدا تنطق وكتحسب في نفس الوقت دونك كتعرف البوان ديبار في التسبيح اللي كتكمل الخاسيب ديال التسبيح ملي كتخسر الفورا الفيلوزوفي ديال عبد القادر الجيلي qu'est-ce qu'il on parle de pauvreté de dénuement de mysticisme par le refus du matérialisme c'est oui, ça un peu se, se rapprocher de Dieu traduire cette oui oui se rapprocher de Dieu dans la pauvreté symbolique hein, pas forcément ça même عند quoi mais une pauvreté l'abd al faqir ila Allah qui كتبوا الناس في le refus de l'accumulation quoi en quelque sorte et la diffusion هنا كتبدا maintenant داك الشيء علاش وصلتنا une version اللي هي الجلاليه والفيرسيون الاخرى اللي هي القادريه الجلاليه فيها لي انسترومون دو ميوزيك القادريه لا ما فيهاش فيها اكابيلا اكابيلا الاوراد بالاكابيلا ما فيهاش لي انسترومون هما بالنسبه لهم بحال حرام اللاعب انك تستعمل ولكن راه جلاله استاذ اللي تشوف جلاله راه سي شامانيك حتى هما راه بحال القناوه راه اللي قرب القناوه في المغرب هما جلاله علاش لان عندهم جذبه بزاف والبخور نفس الطقوس سي حمو ولكن ملي كتشوف الحرفه الحرافي لي كوربوراسيون ديال الناس اللي في جلاله جوستمون كتلقى دوك لي سوبالتيرن دوك الحرافي القاصحين في الخدمه دباغه دباغه راه علاش كتلقى مثلا جلاله تلقى جلالي حمدوشي ولا عيساوي كنرجعوا لهذوك الخدامي ديال اللي فيهم تماره بزاف وفي الخدمه الانسان باش يدوز الوقت راه تي كينطق بالاوراد باش يدوز الوقت ولا بلا بويزي ولا كيدندن بحال المراه اللي كدر المنسج انت النهار كامل وجالس وكتضرب في المنسج راه يمكن ولا كتغزل راه ما يمكن لكش تبقى جالس هكاك صافي كدير خدمه اوتوماتيك الماكينه معاك خدامه وباش تدوز الوقت وتعاون راسك باش انك تصبر دير ديك الخدمه اللي كدير راه خصك بشي حاجه ومن هنا دونك هذا الورد قلت يا استاذ الذكر ما تيقولوش حتى الذكر لا ميم شوز الذكر الذكر تنقولوا لي حنا الذكر جو سو مو جو ريغارد بيتمون Wikipédia et je lis ce qui dominait chez lui c'était l'amour du prochain la charité il fut le soutien des pauvres et des faibles ouais. voilà confrérie on devient des frères une sorte de soutien mutuel mouawana kan taawnou binatna donc chi kihez chi donc fi l'asl oui le faqr ou it'am ta'am kif qulna fi le podcast l'akhr ou ta'lim walakinni fih wahed nqta muhima bzaf huwa had el qadiya dial la confraternité dak chi علاش smouha bel fransiya les confréries par rapport aux les confréries li kanou andhom dial les franciscains ou les dominicains etc c'est un ensemble li kaydir el mu'azara بيناتهم غير الفرق بيننا وبينهم هما هادوك رهبان ديال الدين دونك خصك تكون راهب في الدين باش يمكن لك تكون عضو في شي فرقه ديال لي فرانسيسكان ولا لي دومينيكان ولا لي جيزويت حنا لا داك الانسان البسيط المؤمن العادي ما متفقه ما قاري ما عارفش ما عمرو داز من المدرسه القرانيه كومون تو بي اكسبليكي كان بيرسوناج كوم سا كي اكزيستي ا 5000 20000 10000 كيلومتر سي با كومبيا هي من هنا لبغداد ان امباكت انورم او المغرب alors qu'il était juste généreux alors qu'il était juste généreux il était surtout très loin c'est باش سمع بلا جينيروزيتي ديالو exactement Lui, et peut-être, est-ce qu'il est chanté C'est la même chose. Est-ce qu'il y a des chansons là-dessus Je ne suis pas sûr. Pas c'est la même chose بالنسبة لمولاي عبد السلام بمشيش ولا ابو الحسن الشاذلي اللي كوديرهم عاود ثاني راه مي علاش هنا pourquoi il a résonné fait de la terre plus que dans sa terre natale c'est ça là il a résonné là-bas aussi il a résonné un peu par contre les chansons les plus connues parce que il y a quand même le Maghreb ou le Zaïre vraiment qui m'a gardé Abd al Qadir Jilali Moulay Abd al Qadir Bouhlam c'est trop hadr Driss غير قول ليه Bouhlam il عرف tu vois il عرف vraiment
اللي كاينه اون شونسون كوم سا مي تما لا بلاتي راه عندنا امام لي بخينون جليل جلول عبد القادر سيد 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 جلالي جلالي وي بوعلام بوعلام دون لوريونتال زكريا بوعلام ما تنساش زكريا بوعلام ما تنساش عرفتي شحال من كركور عندنا في المغرب كيتسمى مولاي عبد القادر كركور فين كنحطوا ذاك الكركور ديال الحجر كيتسمى مولاي عبد القادر هو ما عمرو داز ما عمرو جا راه ولادي كومونسي لو بودكاست ايماجينير ولا يدي ولا يدي ولا يدي بحال الا الناس داروا واحد لو روبير لقيتو في مولاي بوعزه في معين اطلس عندنا مولاي بوعزه ديال الفتره الموحديه وتيقول لي واحد السيد راه مولاي عبد القادر قلت له ودي ولا يدي انا مولاي عبد القادر عمرو ما داز قال لي لا راه تما كان مولاي بوعزه كيهضر مع مولاي عبد القادر بحال واحد تيليباتي زعما بحال قال لك راه ديك الساعه مازال ما كاينش البورتال سي كوم لي زونتين كو اي ان كلكو سورت بون سي Alors d'après ce que je lis, il a eu des enfants, évidemment. Oui, bien sûr. Il est mort en 1166. Voilà, à 88 ans. À Bredet. À Bredet. Parmi ses enfants, donc 16 garçons, 3 filles, Cheikh Issa. Tawa. Il n'y a aucun de ses enfants, Zama, qui est venu. Cheikh Ibrahim existe encore. D'après les chroniques, là. Cheikh Abdelaziz est venu à Fès. Oui. Après, encore une fois. Cheikh Abdelaziz, c'est son fils. Oui. Il est venu à Fès. Oui, c'est ce que je lis, hein. C'est pas ce que ça vaut. Hein. Ça change la perspective. Donc, en fait, ouais. Là, la diffusion que donnent les disciples, donc il y a quelque chose de nous-là de disciples, ou là, il y a le gendre, ou là, le fils spirituel. Le véritable fondateur, le véritable dynamique, c'est le gendre. L'enseignement de Zawid Ben Nasser. Bon élève aussi. Bon élève, bien sûr. Stifatement. Donc je sais pas moi ce que ça vaut tout ce que je viens de vous dire. Mais c'est vrai que c'est un peu flou parce que comme je l'ai dit, on a vraiment un attachement au Moulay Abd al-Qadir Jilali alors que Mamrou Jalena. Ashno les particuliers à Jilala. Jilala normalement c'est vraiment jdba. Mais c'est pour ça que vraiment ce que tu as dit au stade est très important. Ça veut dire Zawiya al-Qadiriya. Jilala ma ndouch Zawiya. Moi, je suis Zawiya al-Jilali au Maghreb, mais qui n'est pas. Jilala, c'est des musiciens, des mandoums, Zawiya au Maghreb, qui font واحد الحضرة اللي قاس حتى هي بحال قلنا ولكن كيفاش تكون عندهم قاس حالة ترونس لا ترونس جلالة نورمالمون عندهم بعدا لي زانسترومون كاين البنادر والقصبة القصبة اللي عندهم تشوف مثلا الا شفنا الموسيقى الشعبية دابا الصنهاجي وعاري عليك يا عايشة عايشة يا المجدوبة هاد الشيء سي فريمون العيط ديال جلالة فريمون جلالة اي دوكو فاش تسمع الشعبي الحرش الشعبي الحرش راه جاي من جلالة هو اللي تيجذب ودايوغ لي ميوزيسيان تبارك الله في المغرب ديما لادابتاسيون اي تو سا فاش بانوا لي بيدال ولاو ايزون ترونسفورمي الكمانجا الصوت ديال القصبة تيك واو 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 هذاك الشيء كامل ولا سي جوست افيك دي زيفي القصبة الليرة ديك ديال الليرة اللي كتضرب على الجنب اكزاكتومون دونك هادو سي دو كونفريري الوبوزي شكون مال الدوزيام القادريه وجلالي الوغ كي فيان دو مولاي عبد القادر جلالي سافا دي غي فيان الى انجندري دو كونفريري دو كونفريري سي با لوي سي با لوي سي لي زادابت سي لي زادابت وي 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 مي سي ان ديريفي وي مي اكستراوردينير ا سون اونور ان فيت ا سون اونور كاين الزاويه القادريه كي ستابل شاك فيلو ماروك كاين فيها الزاويه القادريه ودوك تيسميوهم الفقراء تيجيو دوك الفقراء تيديروا الحضره ديالهم القادريه سي اون دي بلو غروس دو ماروك انا داكور Non, parmi les plus vivantes, disons. C'est quoi le top 3 Là, c'est la plus vivante. C'est-à-dire qu'il est. Nasseria Baqia, Tijaniya Baqia. Bouchichiya Baqia. Bouchichiya et Al-Qadiriya. D'abord, il y a Al-Qadiriya, le Bouchichiya. Alors, là, c'est intéressant parce que il y a Al-Qadiriya, il y a Al-Bouchichiya, Bouchich, ou l'ancêtre de l'Al-Qadiriya. Mais quand même, ils se sont séparés parce que Ftaroudan, ce n'est pas des Bouchichi. C'est des Qadiri. Mais chez Bouchichi. Les Bouchichines, je crois, ils sont plus dans le nord. Et du coup, ils sont dans l'est, près de Berkane. Berkane, Mada. Oui, c'est le nord. Berkane, Taroudan, c'est vide. Je vais te faire un cours à la géographie. Bouchichi, il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. الجلالية هو أن الورد كتزيد فيه شي حاجة لا باز هو الجزولي دار الخيرات كتزيد دائما كتزيد شي أذعية ولا كتزيد شي طريقة ديال الختم ولا تزيد شي والي بحال ولا كتزيد كذا وكت هانت درتي طريقة جديدة
علاش انه عندنا في الديبي 19 غادي تزادوا عندنا جوج الزوايا جداد غير في الديبي 19 شنو هما الدرقاويه والتيجانيه غير في الديبي 19 التيجانيه هي اللي في افريك دو لويست بوكو هي اللي كاين السنغال كاينه مع السنغال التيجانيه على حقاش عندنا التيجانيه تزادت في عين ماضي عين ماضي في الصحراء ديال تويت في البوك ديال في الجزائر دابا ملي بدا ديك لا زون كانت فيزي بارتي دو ماروك سوف كو هو بدا لي زاديبت ديالو في الجزائري اوتومان وغادي يوقع له مشاكل مع الباي ديال على الداي الداي ديال وهران وفي الاخر غادي يهرب وغادي يجي يطلب اللجوء عند مولاي سليمان في فاس وغادي هذا التيجاني هذا التيجاني سيدي احمد التيجاني غادي يعطيه تما فين مدفون دابا في فاس تما فين سكن وتما فين غادي يبني سيكو لو رابور اك لو سينيغال انا جايك دابا هنا نو سوم هو سيدي احمد التيجاني مات في 1814 ا بوبري مات سيدي احمد التيجاني الوغ لا ريلاسيون سيكو التيجاني غادي يدير اون انتين في الحج والحاج عمر طال اللي هو فلاني ولا بول من فوتا طورو ديال ما بين موريتانيا والسنغال اليوم مشى واحد العام حج وتما غادي ياخذ الورد على شي حد سميتو كذا الفاسي اللي كان بحال قلتي لونتين ديال التيجانيه في الحج هادشي دابا ملي غادي يجيو الوهابيين غادي يديروا ميسال داكشي كله غادي يحيدوا كاع داكشي ديال الزوايا ولي زونتين ولي تراس ديال الزوايا ولي زونتين باسكو زيتي دونك دو الحج الى غامن الى غامن الورد او السنغال موريتانيا من غيبدا من النيجر وجاينا النيجر مالي سنغال اي لو ديفوز وديجا كان ان ايتاف بول في ماسينا ما بين مالي والنيجر وغادي يدخل في صراع لانه غادي يبدا في ان بروجي بوليتيك سي لو مومون ديال لا بريسيون اوروبيان على لي كوت ديجا فرانسيس حاط لي زونغلي كاينين في لاكتويال غامبي في واحد لو بوين ماريتيم لي فرونسي ديجا كانوا في سان لوي دو سينيغال وهنا فين غادي تبدا لي بريميس ديال لو ديبي دو لا بريسيون حنا في ا بو بري في 1000 هو رجع من الحج كوا في 1832 دونك غادي يبدا في ان بروجي بوليتيك لا كونستركسيون ديال ان ايتا ان ايتا تيجاني كاريمون دونك العام فاش دخلوا فرنسا للجزائر 1830 ديجا التيجانيه كاينه لانه التيجانيه سيدي احمد التيجاني مات فاس 1814 باسكو هو الضرب مع التوركا مع الترك ولكن سادير ملي جا من الحج سي لي فرونسي كي زيتي في الجزائري ايه ولكن ما مشاش للجزائري لا ما مشاش للجزائري مشى للحج فاش جابو 1827 جو كرو 1827 وغادي يبدا واحد الحرب مع ولاد عمو سي جوزدير ليتابل ديال ماسينا العاصمه ديال حمد الله دونك ان ايتا تيجاني ان ايتا تيجاني الى اكزيستي الى اكزيستي ديال الحاج عمر طال هو اللي غادي يوحد الحاج عمر طال غادي يدير هادي واحد لي بول ديال الفوتاتورو ديال الفوتات جالون سيتادير لي بول من براتيكمون من موريتانيا السينغال حتى لا غيني وحتى براتيكمون لو نيجير وغادي يدخل فواحد الحرب قويه مع الدوله وبيان سور لي فرونسي ولي زونغلي كانوا كيبيعوا لي زارم ليهم بجوج كان من سيراليون من غامبيا من كذا الى اخره اون فوا طاحنوا بجوج لي دو ايتا بول بجوجهم مسلمين بجوجهم قادين ولكن واحد جايب لا نوسيون ديال الجهاد التجاني الاخر ضده الى اخره غادي يتقاتلوا الحاج عمر طال دايور غادي يموت في شي غار اكسبلوزيون ديال البارود تما فين غادي يستغلوا فرانسيس المناسبه وغادي يدخلوا من لاكوت وغادي يدقوا كل شيء وغادي يحتلوا لو ديرني بوين اللي وصلوا ليه هو تيمبوكتو في 1893 من اللي غادي يمشي العسكر ديالهم من الويست وغادي يمشي غادي يدير مالي غادي يدير النيجر ومن بعد غادي بوركينا في لو سود غادي يطلع لتيمبوكتو في 1893 اي 1900 غادي يلفا ترافيرسي لو فلو سينيغال باش يطلع لموريتانيا هما كيزيروا علينا السوارت من التحت وعندنا مراسلات ديال لا برونش التجانيه ديال الكنسوس وعندنا واحد المؤرخه كنسوس كنسوس في العهد ديال عبد الرحمن بن هشام خلى لنا كتب سي ان بو عندنا بورقاسم الزياني عندنا كنسوس وكيتبعوا من الناصري هادو هما ثلاثه لي زيستوري اللي عندنا على 19 سيكل هو اللي غادي يحط لونتين ديال التيجانيه في مراكش وغتبقى العائله ديالو في مراكش هي اللي قابطه هاد التيجانيه وكانوا ان غولاسيون لي ديسوندون ديالو مع الحاج عمر طال جوستومون سيتي لا ميم بيريود يا انورمون دو كوريسبوندونس اي دو كونيكسيون سي بور سا دايور بالنسبه لي زاديبت ديال التيجانيه الحج الاول هو فاس عاد يمكن يفكروا في الحج الثاني اللي هو مكه والمدينه لانه بالنسبه لهم مساله مهمه التيجانيه كاينه ايضا القادريه اللي موجوده معايا في غرب افريقيا وكاينه سيرتو المريديه ديال الشيخ احمد وبامبا هذا موضوع اخر من الطريقه الاخرى اللي تزادت
زادت لانه زاد في فتره الاستعمار وغادي ديفلوبي واحد لوبسيون ديال لا ريزيستانس باسيف واحد لا ريزيستانس باسيف ايفون ليكزيلي دايور او غابون هي اللي اون سورت دو كونفريري شعبيه une confrérie populaire très suivie par la population des catégories sociales زعما المساكن والفقراء بزاف surtout au Sénégal. Et ben c'est le seul podcast où on commence avec Abd Kader Jilali Boualem et on termine avec la colonisation du Sénégal et Doula Tijaniya, n'est-ce pas? Ouais, mais tout est lié. Vu que moi, Abd Kader n'a jamais posé ses pieds au Maroc. Donc... Il a fallu trouver un plan. Exactement. Alors j'ai une question. Mais qu'est-ce que tu m'as fait dire le Monserrat? Mais qu'est-ce que tu as lu le Monserrat? Mais tu as lu le Monserrat. Donc جمبري قراقب غيطه دربوكا ف tous les instruments هذا المعلم اللي كيعلم ليك لا لا ميوزيك est-ce qu'il y a un concept autour des paroles c'est-à-dire que est-ce qu'à un moment tu demandes ou là ça fait partie de l'enseignement je connais Abd Kader Jilali Boualem non en fait déjà l'enseignement il faut parler d'un enseignement oral qui est pas comme les autres parce que pour un élève traditionnel avec un maître traditionnel il y a pas d'enseignement il y a juste de l'observation Le maître, il va jamais, le maître, il va jamais te dire fais ça ou fais ça. Jamais. Il faut juste le côtoyer, observer. Peut-être glisse ou peut-être observer. Là, le capta chez Hajar, capta. Il a ma capta. Le chez Hajar. Exactement. Exactement. Mais ça, c'est la réalité. Là, il a dit mais tellement mais ouais, le maître traditionnel, ça va pas dire que le qui dit que le gars est assez dangereux. Pas du tout. Vraiment, tu côtoies des gens, c'est des maîtres griots, comme les gens griots, c'est des maîtres, mais ils ont griots, ils ont une façon de leur. Tu as le solfège, il y a un solfège bien, par exemple, le rebaï, tu vois, des mots bien, mais il a fait un peu de temps, tu as fait ce qu'il te dit, mais tu n'as jamais le droit de lui demander ce qu'il y a, le cadre, ce qu'il y a, parce que tu vois, lui, ça fait partie de sa spiritualité, Et c'est une question gênante parce que lui-même il connaît mais il sait même pas ce qui est Abd Kader Jilali. C'est la réalité hein. عندي عندي نسول على غانغا عندنا فيه الفورمات من الكبير ديال القناوة ولا اللي كيكون فيه حواش حتى الطبل الصغير اللي كنلقاو عند احمد شا ولا عيساوة واش ما عرفتش واش على سوناليتي كيفاش علاش كاين هذا الفرق في الفورما ديال سي فري الفرق كاين بزاف بحال حتى كيقول لنا في الطاره حتى هي عندنا من الكبيره حتى الصغيره ديال غواره والكبيره عاوتاني الطعارش قبيلنا زعما الحمداويه عندها التعريضه ديال الصباع وحتى الدعدع ولا تيسكيوين اللي تيضربوا باليدين كاملين دونك سي ان طون سي ان طون سي ان فوليوم سي ان طون سي ان فوليوم اي سي بارابور اوسي اون فيت سيناتور هاد الناس هادو سي دي زانجيسون انا جو كخوا سي دي زانجيسون من بكري باسكو فاش تكون في الزاويه مسدوده تيكونوا غير جوج غيطات مثلا وجوج طبوله في الزاويه ديال احمد شاوي ولكن احواج فاش تيكونوا تيلعبوا في الجبل في لو بلانير تيكونوا اربعه دكانكات كبار و70 واحد تيغني لا ميم شوز دونك جو كرو اكوستيكمون بور افوار لو ميور سون سي جون لا ايز ايتي دي زيكسبير ديال لونتيكيتي فهموا السيستيم كيفاش فهموا السيستيم سونور باسكو 60 واحد ما يمكنش ديرهم في شي زاويه تو لو سون مي كيما قلت لك هاد المعلمين هادو فريمون ايزون ديجا ترانسمي سا depuis toute cette génération là باش حنا نلقاو هذا الشيء بين يدينا موجود موجود alors c'est à nous de faire des recherches sur ça parce que هما حفظوا داك الشيء هكذاك سبونتانيمون وراو علينا سبونتانيمون كيتعلم معاك شي واحد ولد سيدي كيتعلم معاك شي واحد تاكناويت ولا كذا كاين اللي كيعاشرك باش يرد البال اش كدير كان معايا بزاف ديال الدراري دوزوا معايا وحتى انا فيو كنت انا باقي تنتعلم Donc c'est donnant. Donnant. Ok. Ok. Des fois, juste des mtalmin, des mtalmin, des choses chouren. Et tout ce qui concerne l'histoire ou là tout ça, vraiment, les gens, c'est la belle dîner, la semaine, on fait le podcast, des mtalmin, la théâtre, donc spontanément, tu as eu de l'écoum qui fait que gros. Mais en parlant d'histoire, il faut voir Mustafa Al-Qadiri et Mustafa Al-Qadiri, qui n'a rien à voir avec Abd Kader. Jilali. Si, mes ancêtres étaient adeptes de Moulay. Mais bref, début, début du 20e, apparemment, ils étaient Hansaliyin. D'ailleurs, gamin. Hansala. Hansala. Bien sûr. زاوية حنصل اللي هي لو بيرسو ديال هاد الزاوية كاينه في لوهوت اطلس عرفتي سميت الجبل اللي كيطلع عليهم في اقليم ازيلال ارودان
أرودان. جبل أرودان هو اللي كيطل على زاوية حمصل دابا اللي تفرعات وصلت حتى الكاف في تونس خويا. عندها فروع الور ملي تيجيو الناس يبغيو في الكاف لعبنا في الكاف الكاف في تونس وراه في لعبت فيها سيكا جاز سيكا يلا قطع قطع هاد النقطة هاد النقطة بوست اللي قلتي ديال غير حنا عندنا واحد المثال تيلمو هادو حمصالة يقول لك ils sont généreux تنقولوا حنا في حمصالة تاكل اللحمة قد الصندالة سفيني avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc.